نشكر أولاً إدارة مدينة الثقافة على برمجة عرض في العاصفة ضمن فعاليات أسبوع المسرح التونسي احتفالاً باليوم العالمي للمسرح. معناها اللي فاجئنا هو نوعية الاستقبال اللي كانت حسنة جداً، والقاعة اللي عرضنا فيها اللي هي قاعة الجهات، معناها هذا اكتشاف بالنسبة لنا، اكتشاف في معناها ما توفره من إمكانيات تقنية على المستوى المعماري أيضا، معناها قاعة على المستوى الصوت وتبليغ الصوت معناها في درجة عالية من الحرفية. التقنيين معناها اللي كانوا معناها يد بيد مع تقني المركز الوطني لفن العرائس من وصولنا معناها إلى آخر لحظة مع خروجنا من بأثر العرض. البقية معناها نشوفوا أنه فما جمهور بدأ يتعود معناها على جمهور من الرواد، بدأ يتعود على المجيء إلى مدينة الثقافة، بدأ يزورها في مختلف الأنشطة، ومنها كنا متخوفين فعلا أنه الجمهور يكون قليل جدا، خاصة أنه يمكن ما شفناش المعلقة معناها تاع المسرحية، لكن يظهر أنه من خلال المطويات معناها المعلومة وصلت للجمهور، وكان الجمهور حاضر إذن ومتفاعل أيضا مع العرض رغم طوله. هذا معناها يزيدنا في اعتقادي أنه بدأ يتأكد أنه مكسب فعلي معناها مدينة الثقافة للفنانين التوانسة معناها بمختلف اختصاصاتهم. وبالتالي نتوجه للشكر مرة أخرى معناها للقائمين على هذه الدار وكل التقنيين اللي عاونونا، وإن شاء الله فرصة قادمة.